الفاعلي. طبعا بعد ان تحل الكارثه ويبدا التحليل العلمي، طبيعي جدا ان يتدخل رجل القانون من اجل ايجاد حلول كفيله بهذه الازمه، ثم كذلك البحث عن الوسائل التنظيميه التي من خلالها يمكن ان نواجه هذا الحدث الفجائي او هذا الظرف الاستثنائي، خاصه سواء تعلق الامر بالجانب القانوني او بالجانب المتعلق بما هو لوجستيكي او مادي. باعتبار ان الدوله هي ام المؤسسات، فانها تسعى انطلاقا من ادوارها الدستوريه وكذلك القانونيه ان تجد حلا لهذه الكارثه، اما باستعمال الوسائل القانونيه، ونحن نقصد بالوسائل القانونيه مجمل التشريعات التي يمكن من خلالها تدبير هذه الكارثه، او ماديه، ونحن نقصد بها كذلك مجموعه من الوسائل اللوجستيكيه التي توفرها الدوله او البشريه، وهي تلك المتعلقه بالاطر الاداريه والتقنيه التي تمكن من ايجاد حلول ولو لحظيه لهذه الازمه. لمواجهه حاله الطوارئ، ما في ذلك اتخاذ تدابير ذات طابع اقتصادي او مالي او اجتماعي او بيئي. الفصل 31 الذي يتحدث عن استفاده جميع المواطنين على قدم المساواه من الحق من الاستفاده من الخدمات الاجتماعيه.